السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. اليوم عاد ثالث يوم في عزاق ومن الهدومة، واتعذرت من الجماعة وقلت لهم سامحوني اليوم أنا عاد مرتبط. يالله 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 يالله, يالله ما أبغى تتخطف اللحينة. وقال الجماعة برأيك مرخوص أنت في لازم عرب ومتفق وياهم، وإن شاء الله أن بنوفيكم بالمسجلات اليوم. وين السير بتكون؟ السير اللي حفظكم اليوم بتكون جدة دبي دار الحج. سيرة جدة. يا سلام، بسم الله ويكو عند الله علينا. بتكون السير جدة دبي دار الحج اليوم إذا الله جعلنا من الحيين. زيارة موقع معين بتستفيد منه فئة كبيرة من البشر إن شاء الله. تأثير المشرق والغرب. السوشيال ميديا أو التواصل الاجتماعي أو الشبكة العنكبوتية سبحان الله عادة تقرب لك البعيد، مش عادة، على طول تقرب البعيد وتجيب المعلومة لو في شبد السماء توصلها إلى كل منزل إلى كل بيت. ففي ناس وايدة تبي الشيء ولا بعارف هذا وين موقعه ولا وين مكانه ولا عند منو موجود ولا في أي إمارة ولا في أي دولة ولا في أي مكان كان. فيعتبر شيء اللي يقوم به الشخص مع التواصل الاجتماعي بالأخص إذا كان ذو مصداقية. اللي مش ذو مصداقية هذا اغسل يك من البحر. الإنسان اللي مش ذو مصداقية اغسل يك من أبوي في المحيط، محيط ولا عن مخاطي أبدا. فلذلك الحمد لله رب العالمين، من ابتديت في التواصل ما أزور إلا المكان اللي أنا عندي يقين منه 100%، ويصير لكادر تحيدون. أنا مخبنكم من قبل، أنا عندي مكتب خالدي الاستشارات اللي تبع الإعلانات الرقمية، فهذا فيه موظفين بيسيرون لين المكان اللي أنا بسير عليه قبل شيء، وبعده يكشفون يطالعون يتأكدون من كل شيء، وخلاص يرفعون التقرير حق أبو إبراهيم مهندس منهل، وخلاف يقررون ويحددون الوقت اللي أنا بسير وشو بنطالع شو بنشوف شو الناس بتستفيد من الموقع هذا اللي أنا ساير أزوره. حدي من السعودية، حد من الكويت، حد من الشرق، حد من الغرب. يغير في ناس ما عندها خبر لو في القرب، ناس ما عندها خبر، فإنك تنفع بالخبر هذا البلاد والعباد هي شيء وايد زين، يعني ناس تستفيد منه بدال يلسك اللي كان تسمت على شيء معين تخبر عنه. لا، التنوع جميل مضبوط. وما يختص في المغرب في الإمارات قائم كان وما زال لين آخر الشهر، قائم كان وما زال يوميا من أذان العصر لين الساعة 9 في الليل يوميا. المغرب في الإمارات المعرض، ما في بيع ومشترى، في عرض، عرض فنون شعبية، فنون تقليدية، حرف تقليدية، الأكل والشرب والديكور. تشوف الإبداع المغربي إلى أي درجة وصل، والإبداع المغربي وصل الحرفي من إلى، وأنهم متمسكين بالأصالة من مئات أو آلاف السنين كانوا وما زالوا ما شاء الله على المغاربة متواجدين في كل مكان وكل سنة مثل ما عودتنا الحكومة المغربية بمواصلة عرض كل ما هو جديد وكل ما هو حرفي تقليدي جيد وممتاز. موجود هذا الشيء سنويا يعرض عندنا في أبوظبي اللي هو معرض المغرب في أبوظبي. هذا الشيء وايد جميل اللي ما صار يصير، شيء جميل. الدخول مجاني، مكان ملتقى عائلات، الملتقى ناس اللي تبي تشوف التراث، تبي تشوف الفنون، تبي تشوف الصناعات الحرفيه، تبي تشوف عبق الماضي، عبق التاريخ، المطبخ المغربي، البهارات المغربيه، يعني كل شيء جميل في المغرب ميوب لكم. طالعون عمار المغرب، ديكورات المغرب، يعني تحدون ما شيء بيت ما يقول لك والله نحن اللي اشتغلوا في بيوتنا عمال مغاربة اللي يصنعون الجبس. الجبس والديكورات يجيبون فنيين من المغرب يشتغلون. الحرف المغربية جميلة جميلة إلى أبعد حد.
الى ابعد حد، في منتهى الروعه الحرف اللي عندهم تقليدي في منتهى الروعه. فهنا انصح الانسان اللي عنده وقت ويبي يصير يفرع عن خاطره يصير ابوي المعرض المغربي، موجود ابوي الامارات في المغرب في ارض المعارض في ابو ظبي، كان وما زال الى يوم تاريخ 30 ولا بيكون موجود لين الحول. فعالية المغرب ما شاء الله ما توجف في دولة الامارات وبالاخص في ابو ظبي، ما توجف لا ازياءهم ولا فن طبخهم ولا اكلهم ولا تراتهم، كل موجود في كل مكان في دولتنا الحبيبة. تربط بين الامارات والمغرب صداقة قديمة، صداقة قديمة من عشرات السنين. هذا أولا. ثانيا يسدك أن المملكة المغربية أول دولة في العالم اعترفت بقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، أول دولة، ما شيء دولة قبلها اعترفت بقيام دولة الإمارات قبل المغرب. أول مكان في الدولة دولة الإمارات طلبت العضوية لدى الأمم المتحدة. من الضامن؟ لازم يكون في ضمان، المغرب. تخيلوا، دون عن كل بلاد في الكون هي الضامن، ضمنت دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، ولذلك بهاك الوقت أصبحت دولة الإمارات عضو من أعضاء الأمم المتحدة. فلذلك هاي صداقة قديمة، وهذا معروف ما حد يقدر ينساه ولا حد يقدر يتجاهله ولا حد يقدر يقول هذا ما كان او ما استوى او ما صار. هذه معلومات موثقة واشياء معروفة ومتعارف عليها لدى الجميع. فلذلك دولة الامارات حكومة وشعبا تكن كل الاحترام والتقدير للمملكة المغربية. اقولكم انا ظهرت من خارج من داخل حينه لجل اخبركم ان هذا حينه اللي صار ناتج. شو الياسمين؟ ابدا، حتى اسبوع ما اخذ، قبه ما شاء الله الورد شلجله ويا الحموه الحين. هذا وقت تقليم الياسمين، لازم قبلها باسبوعين يعني، لكن انا شويه اخرت عمدا لان السنه الحمد لله الوقت كان جميل، الامطار والبراد الحمد لله طول، فلذلك ولله الحمد الناتج كان وايد جميل. وعلى فكرة اللي بيسأل بيقول هل كل الزهور؟ لا، بس الياسمين. أي شيء الياسمين، الفل، الأشياء هذه، هذا وقته. حتى الرازقي هذا وقت تقليمه، اللي هو الريحان، الرازق المتعارف بالريحان والمشموم، هذا وقت تقليم اليز، تيزه يسمونه التقليم الجائر، تقص عن بكرة أبي، وأي شيرة تحيد عمرك الإنسان أنت ما بمستفيد منها أو إنتاجها ضعيف أنت ما بمستفيد منه، فضروري أنك أنت تتخلص منه عاجلا أم آجلا. لا تقول أنا بستفيد من ضلات، تستفيد من ضلات يوم عندك مزرعة تغني ياليل، عظمة بيت وأنت مستغل كل زاوية فيه. فضروري تحيدون هالشيرة هاي اللي هني كانت، هاي اللونغان كانت صاكة كبد السماء، اسمها اللونغان، لكن نوعية من اللونغان هاي يسمونه جنجلي. اللونغان هذا اللي مثل اللتشي، هو مبلتشي. هاي اللي كانت جنجلية صاكة كبد السماء، تثمر كم؟ 1%، لأنها مال غياث. شفتوا اللي مالها خاطر تثمر هالنمونة، وصبرت عليها السنة الأولية والثاني والثالث سبع سنين، وأنا صابر سبع لو 8 سنين، وهي بوي كل سنة أنا أكرمها وأحشمها، لكن مب مال حشيمة وكرامة ولا بمال مداراه ولا بمالها، يا خسارة تعبي هذا كله، سنتين ثلاث أربع خمس عشر، أبوي نشيت أبوي وصرم أبوها من تحتها ويزها البارحة ويودنا أبوي حطبها الحول إن شاء الله بنوجده إن شاء الله إذا الله جعلنا من الحيين. نعم، انك تصبر كم بتصبر، ما شي فيها فايدة. في نوع ثاني لونغان موجود، لكن الحين ما انصح بزراعته، زراعته ان شاء الله من يظهر السهيل، من تدخل موجة الحر هاي وتنفسخ ان شاء الله مزرع تزرع موجود في البلاد، وخلاص بخبركم وين من وين ينياب
موجود في مزارع موجود في الدولة بخبركم عنها. لونقان شيء نوعين، شيء نوعين ثلاثة اللونقان، وكل واحد أخير عن الثاني، وكل واحد أخير عن الثاني، ومجاوي مزروع وينتج لله الحمد، وينتج إنتاج غزير. فأنا ما كان عندي، أنا نوعي اللي كانت عندي هاي اللي شفتوها اللي خبرتكم عنها اللي نفذتها أنا حينه، اللي بتراجعونه في الـ الـ على الـ اليوتيوب موجودة أيام ما كانت فيها ثمر، وثمرها الله يحفظكم صغيرونات. الصلامة أكبر عن للحمة، الحمة ما شيء، لب ما شيء، أسم أسم لونقان، أنا ما أخذنها بسمع بس إلا سمعة، يا الله بسمعة لومن نقط، عاد وايدين يعرفون شوف مكان النقط، هي مسوي المعدة من هي أقولكم. فالأمور وايد الحمد لله رب العالمين، الأمور وايد والحمد لله، اللهم لك الحمد. السنة الورق الهمبة غاض غلشرات، هاي شرت اللونقان تحيدوا لي خبركم عنها، بادي الزهر تزهير بسيط يعني مال كيف حالكم كيف انتو، يعني عبارة ما كأن حتى تزهير، وكل سنة على هالحالة. أصبر صبرت ودي الأولي هالنمونة، ترى صاحب السوء الإنسان العوي تصبر عليه شهر سنة سنتين يو خلاص كله لا تفتك من إنسان، ترى عوي هذا، أنت تحصل مضرة من وراء ما تحصل منفعة، تحصل مضرة، ترى عوي ما حول عدال ولا حول صلاح ولا بيعتدل ولا بي ولا بيزين، لو بتلحس السماء ما شي فايدة، ما شي فايدة. هالنمونة حد من العرب شير، هالنمونة شيرة تتريى فيها وراها مصلوح، تتريى فايدة خلاص، ما شي أمل إنها تتصلح. العوي عوي تفتك منه من ويها، شيرة عوية لكن لو حتى عوية فوق شي خير، تصبر عليها إنها عوية، صبرت عوية عوية ها مثل ما تشوفون عوية، لكن وراها فايدة وراها مصلوح الحمد لله، نصبر يا غير عوي وشين وقوات عين، لا كلمة طيبة لا صداقة زينة، التعذريب تطريش تطرين الشوفات تجيبين العلوم الشينة، منو بيشاهد والله يا بوش، لو انتي جبل محد جبل جداش، ولو انتي لقمة محد سمع عليك، لو انتي لقمة ما حد سمع عليك، نعم هذا هاك أغرب المقربين، مالك بد منه، أغرب ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، أغرب المقربين مالك بد منه، يقول لك اللي غصيت بك يا الماء، اللي غصيت بك يا الماء شو أدفعك فيه أحيانه، أنت ما بغاص بعظم ولا بالحمة ولا بلقمة ولا بشي حازنك، وبتدفع بتشرب الماء وبيخوز لك، انت قاص بالشو بماء، قصيت بك يا الماء شدفعك فيه شدفعك فيه، هاي حد من العرب يكون يعني شراط خشمك شراط ظلك مالك بد منه، تصبر عاد على زينه وشينه، ما باليد حيل عاد، هذا يكون اقرب المقربين، يكون اقرب المقربين، اقرب المقربين مثل امك ابوك اختك اخوك، هذا اللي يطرونه أقرب المقربين، يعني هذا خلاص عادة، لو تسوي لي تسوي ما شيء ما منه فكاك، يعني ما ترم تودره ما ترم تودره، هذا خلاص عينك ليه تشوفه بها، خشمك حتى خشمك يوم بيخيس ما ترم تقصه، هالنمون حد من العرب. وأنا شبهت لكم الشيرة الصالحة بالشيرة اللي ما منها رجع ولا منها فايدة فتتخلص منها. يا عيال الحلال الامور وايد، ها ايش عندك؟ ها مهندس سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟ الحمد لله. شو الاخبار؟ شو العلوم؟ الحمد لله تمام. شو اخبار التين؟ تين ما شاء الله يا اكلته؟ لا انا ما اريد اكل الحين، تعال ما شاء الله هذا تمام، ما لا تعفص، يا سلام ما شاء الله بعد هاي بعد وحده، بس خلهم قرطسات وتن حق مدام، انا ما اريد يا ابوك، انت لو تدرون ان زايد الوزن صاك حين لك، صاك الوزن لك، صاك الوزن لك، الحمد لله رب العالمين، ان شاء الله يا رمضان بتتعدل الامور، بتتعدل الامور، اللهم لك الحمد.
لله ابشرك بالزراعه طيبه وكل شيء زين. ولموا شفتوا هذا مخطاي، هالمخطاي لازم اتي نفك منك نسينا نحن. لازم يشلنها شيرة صغيرونة، لازم ما يتم فيها الحمال. هنا ليش؟ لا لا ما يريد، ما يريد، انا ما يريدها ماما، ما يريدها. هي هي جلعها بنزرع شيء مكانها، جلعها من تحت. هي هي طلع كامل ونص. ها ها ما شيء فيها الحق خلاص. شوف الارض قايل غادي، شوف الارض، شوف التربه، شو غادي تحرها طمي، غادي تحرها طمي مال النيل. شو السبب؟ لانها معالج مداوى ومسمود، كم من سن ونحن نتعبل منها. هاي يوم يقول زرعت الطيب في بعض الاراضي، ولا ظنيت في ذا الزرع بخسر، وزرع اللي زرعته ما نفعني، انا اسجيه وهو عمالي صغر. هاي الشيره اللي ما وراها فايده، هالنمونه يشبهون الصديق اللي ما وراه فايده ولا عايده، ما وراه الا الغثاء والقال والقيل. على فكره اي ادمي بيجيب الكن رمسه ولا بيجيب لك رمسه قال او قيل او فلان قال عنك او فلان يسوي عنك او هذا، عرف انه ابوي هذا عدو، هذا هو العدو، هذا هو المبغض، يبي يغث خاطرك، يبي يضيج عليك دنياك برايه. قال او ما قال لرب يدفع الشر والبلاء عني، ويكافيني شر اللي قال واللي ما قال. القال والقيل هذا هو اكبر مصيبه في الدنيا العوده. لا دمي من يجيك ربيعك الا قالوا فلان وقالوا علانيين وقالوا الفلانيين وقالوا العلانيين، وهذا صار في البيت الفلاني وهذا صار في البيت العلاني. اول اغسل يك من البحر، هذا لا دمي اللي يبلك الاخبار هذه، هذا اغسل يك من البحر، مره ما وراه رجع ابدا. الرجال من يجيبك العلوم الشينه ولا كان علم زين ولا شين عن بيوت وعن شوفات وعن عوايل وعن يك بحر، اغسل يك بحر. هذا نقال الحكي والنميمة والقال والقيل، هذا مرة هو فراق غنيمة، لا تتحسف عليه، لا تقول لي تربيع وبتولح عليه أي هبي. مشاهد الكلاب الضالة ولا مشاهدة، بالأخص هالي يبلك الكلام، بالأخص هذا راعي اللي نقل الرمسات بين الأخوان والخوات وبين العم وعيال الخالة، وهذا الإنسان مشاهد الكلب ولا مشاهدة. يلا بالنسبه للي يسالون من دول الجوار يعني وغير دول الجوار، بالنسبه على المجالس هل ان في مبالغ رمزيه حتى للايجار؟ هالميالس اللي في مثل ميلس المشرف، ميلس البطين، ميلس قصر المنهل، ميلس زعاب، ها كلها ميالس ابوي كلها من الحكومه، مساهمه من الحكومه للشعب للمناسبات، كل حد بمناسبته. لكن في شروط، مثلا ما شيء بذخ، ما شيء ذباح ونفاخ وصلاخ، لا هذا كله ممنوع. هذا مسواي المكان للناس اللي تبي تقتصد، وللناس اللي تمشي وتعد خطاها، وللناس اللي تنفذ تعليمات الحكومه بعدم الصرف والبذخ واللعبه، هذا كله الحكومه ما ترضى. فلذلك من شروط الالتحاق او انك انت تحصل خدمه هذه انك ما تسوي شيء في يور، يجيب اليور يدل طريقه ويدل دربه. لكن هذا المكان للناس اللي تمشي وتعد خطاها وتخاف من الله سبحانه وتعالى. صالات الافراح، الميالس هذه كلها ابوي، هذه كلها بلاش، بلاش دعم من الحكومه للشعب. يعني ان شاء الله في ميزان حسناتهم ويتاج عليهم من كل شر وضر يا رب العالمين، ويحفظ خليفه واخوانه ويغفر الزايد، ويحفظ ان شاء الله ولي عهدنا ويحفظ اخوانهم ويحفظ امهاتهم وخواتهم وحريمهم وبناتهم وربعهم وصدقانهم وبطانتهم الصالحة، وتدوم عليهم ان شاء الله نعمة الامن والامان وباقي بلاد المسلمين اجمعين. وانا رمس عاد خلاف الحين، وحن سايني طريق دبي، بسير دبي، نسيت اخبركم ولا خبرتكم الصبح؟ ما ظني ما خبرتكم، هاي شان رمسك لها فوق ما بخبر، ما روم انا ما روم اي اول شيء اكيد قلت لكم.
السلام عليكم. انا موجود الحين بسير دبي. تعالي. ثاني وثالث. حرام؟ ليش حرام؟ امس لا امس ما صرت دبي، امس ابو ظبي، اليوم بسير دبي. برجع اليوم ان شاء الله بتغدى وبرد. الله اعلم عاد وين بتغدى، لكن بتغدى. لان الحين ما حد عزمني. اسمع العرب اني ساير دبي، كان حد ناوي يعزمني على غداء سمك مشواي، عاد ضروري يكون سمك مشواي وعيش ابيض. ها؟ كل حد بخير وسهاله. كل شيء بخير وكل شيء زين، تولهنا عليك وسيارك دقيناها سلف وكل شيء زين. تمام كل شيء زين؟ زين زين زين. ثانك يو صلوحي. ان شاء الله حبيبي ان شاء الله. بنسلم على مريم، بنسلم على اللي ساكنين في دبي كلهم. ان شاء الله حبيبي يوم بكي الفلاح اترياك تيني ان شاء الله. صلاح حصه بخير. سيارك الله يارك الله ويار الله خشمك. صلاح حصه بخير. الحمد لله. صلاح حبها وقلها من الحب من خالد. انزين يلا شكرا. ها لا لا ما بسى ان شاء الله حبيبي ان شاء الله. زين صلاح يوم بسير دبي بكلمك لا تحاتي. مخبرنكم انا اني اليوم بسير دبي. وين بسير في دبي؟ بسير لمستشفى، مستشفى مميز مش مميز عادي. اللي انا عاني من ابو ظبي لين دبي عسبه اكيد انه مش مستشفى عادي، مستشفى مميز ومميز للغايه، يوفر على طبقة كبيرة من البشر العناء والسفر إلى أماكن بينكم وبينهم محيطات وبحور، إلى أماكن فيها المخاسير ما لها حد، فيها بذل المال والجهد والتعب والإرهاق ما أخذ حده. بوديكم المكان موجود في متناول اليد، توصل حاليا أممتي من السعودية من الكويت من البحرين، يجونه من دول عديدة من الشرق الأوسط حتى من أوروبا يجونه، لكن نحن نبى أكثر طبقة من العرب أو من البشر أو من الناس تستفيد. نبى الاستفادة، نبى الناس تحصل فائدة ويكون عندها خبر، بدال وايدين يقولون نحن ليتنا ندري. نحن ما ندري، لو ندري ما عنينا وسرنا لبلاد الفلاني. لا هذا موجود في دولة الإمارات، في إمارة دبي الحبيبة، موجود في متناول اليد. يوم مثل ما قالوا هالأول حذفت حصة، فرت حصة، موجود أبوي تحت العين، موجود الطالة الريول، الطالة السيائير، الطالة كل إنسان يرمي يوصله. الشيء المميز والشيء الحصري موجود في دبي في موقع واحد معين أخبركم عنه، وفريق فرنسي ستاف كامل مميز يشار له بالبنان، موجود في إمارة دبي، في إماراتنا الحبيبة، موجود ومتواجد. يا غير حد يعرف وحد ما يعرف، أنا سائل للنسبة البسيطة اللي ما تعرف. إن شاء الله بعد فترة وجيزة من الزمن، مدة بسيطة الحين أنا وصلت تعديت سيح شعيب، ما شيء باقي، شيء بسيط بنوصل أبويا عين الماء دبي دار الحي، بنخبركم أبويا عن كل شارده ووارده. أولا المكان اللي أنا جاي أتكلم عن موضوع معين أو أناقش شيء معين أو أزيد خبر للناس اللي ما عندها خبر عن هالمكان. اللي كان المكان أبهرني من دخلت أدور ريحة المكان اللي أنا أيه، لازم يكون هذا مستشفي مركز علاج، لكن ما في أي شبه
من مراكز العلاجية في الدنيا العودة. يعني عادة مركز العلاج يكون مستشفى، يكون في ريحة مستشفى، في ريحة دخاتر، في ريحة أشياء، ريحة شيء يدل أن مستشفى. ما في أي دليل أن مستشفى، لا من ديكوراته ولا من الموقع اللي أنا فيه، ولا طريقة البناء، ولا طريقة تصميم المبنى من داخل، ولا المداخل، ولا الاستقبال، ولا شو بقولكم. إن شاء الله إن شاء الله أني راح أخبركم بشيء وايد ضروري أن الواحد يختصر الزمان والمكان. أنا في موقع وايد ضروري أن الناس كلها تستفيد منه إن شاء الله بالشيء اللي هم في حايته، وأن ما تتشتت أفكارهم وما تتشتت آرائهم، لأن الشيء موجود عندنا في دولة الإمارات وفي دبي بالذات. الموقع اللي أنا زرته إن شاء الله حين بخبركم عن كل كبير وصغير فيه. أنا يا عسب شيء معين، زين؟ أنا يا عسب شيء معين، والحرمة هاي الموظفة تعرفني تقول لي أعرفك على شخصية غريبة عجيبة. قلت جيه، قالت أقدم دكتورة مواطنة. هي لازم بصورك، ما عليه سامحيني. دكتورة كيف حالك؟ خير الله يسلمك. كيف انت؟ الله يخليك حبك ان شاء الله. انا والله كانت بيت صدق، ما عليه سامحيني لا هد ولا صورتك لكم، ما علي هاي حركاتي عاد. الله يسلمك ان شاء الله. دكتورة انت من؟ انا فاطمة بنت احمد المدني، هي اول طبيبة جدية امرأة على مستوى الامارات. ما شاء الله. ما بقول الطبيبة لان في اطباء قبلي. الله يحفظك. صار لي تقريبا الحمد لله في الخدمة 36 سنة. تبارك الرحمن. كنت في هيئة الصحة قبل سنتين طلعت عنهم. ما شاء الله عليك. وحين أنا عندي عياداتي الخاصة وجيت مستشفى القرب بعد. يعني الله يطلع فيك البركة يا دكتورة. أنا ربعنا وأهلنا أصحاب. جزاك الله كل خير. يا جبت إن شاء الله. دكتورة أنت نموذج للمرأة الإماراتية المشرف. الله يسلمك. الله يحفظك ان شاء الله. انا جاي حسب شيء معين، لكن فرحت يوم قالت لي الموظفه هذه مواطنه واختصاصها جلديه واستشاريه. هي يعني سبحان الله، يعني شيء وايد مبهر. الله يسلمك. يعني الله يحفظك ويقعد بجلك ويطول بعمرك يا رب العالمين. الله يسلمك. شكرا دكتوره، سامحيني خلينا نوقف. حياك الله. شكرا شكرا. كم انت غنيه يا دولتنا الحبيبه بهالنماذج المشرفة. يا الله يا رب تحفظهم وتطول بعمارهم ولا يخلينا منهم، تمد بجلهم إن شاء الله. هالفئات المشرفة رجال أو إناث تلقط اختصاصات موجودة، يا غير عن عمري أنا والله أني ما كنت أدري. أول مرة أعرف أن عندنا بهالتخصص وما شاء الله بهالجودة وبهالرقي. يا الله يا رب تحفظ الدكتورة وتطول بعمرها. أخت زينب السلام عليكم. السلام عليكم أبو محمد. كيف حالك؟ الحمد لله. طب حالك؟ تعرفين أنت منو وليش أنا جاي؟ أوكي، أنا اسمي زينب محمد من مستشفى القرهود الخاص. اليوم أبو محمد شرفنا بالزيارة على أساس أنه يخبركم أنه في فريق فرنسي متواجد بمستشفى القرهود الخاص. طبعا الفريق الفرنسي هو أخصائي في جراحة المفاصل والعظام برئاسة الدكتور فيليب لوندرو اللي هو كان رئيس قسم العظام وحدة العظام بمستشفى قطر. فهالفريق الفرنسي يتكون من 3 أطباء، عندنا دكتور فيليب لوندرو اللي هو رئيس القسم، عندنا دكتور فريدريك يامي، وعندنا دكتور باسكال يوغو اللي هم كلهم أخصائيين واستشاريين في جراحة العظام اللي تشمل استبدال المفاصل، الركبة، الكاحل، الإصابات الرياضية. فأبو محمد اليوم هني موجود بمستشفى القرود عشان يخبركم يا جماعة ما في داعي للسفر، إحنا في البلاد عندنا فريق متكامل طبي في جراحة العظام والمفاصل والطب الرياضي موجودين على أرض الإمارات. زينب اسمك؟ زينب. هل هذا الفريق المتكامل التيم اللي عندكم زيارة يون زوار ولا مقيمين عندكم؟ وهل إن لحظة، هل إن بس للرياضيين ولا للعرب كلها، للناس كلها؟ طيب احنا الفريق الفرنسي متواجد بصفة دائمة، يعني مش زائرين، موجودين على طول بمستشفى القرهود الخاص. فحق اي حد يبي مواعيد معاهم متوفرين طول الوقت. يعني مش لازم يكون رياضيين؟ لا لا لا، مش لازم رياضيين. طبعا احنا نستقطب الجانب الرياضي اللي هو كل الاندية وكل الناس الرياضيين، ونستقطب وايد اللاعبين مشهورين معروفين يعني انترناشنالي، وبلاس ان احنا نشوف العظام والمفاصل حق حالات عادية.
كحالات عادية فإحنا نخبر الناس يا جماعة ترى كل الأشياء اللي تبون بكل الكرايتيرياز اللي موجودة برا ترى هي موجودة داخل في البلاد وبأقل المصاريف وبتكون بأجود الطرق وأنسب الطرق والأساليب في دبي وداخل الدولة. دام حياة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أنا عرفت أن في أسامي وايد مرموقة من لعيبة دوليين عالميين يو عندكم. أكيد أبو خالد أهلا وسهلا فيك. أول شيء بشرفنا أنا وجودك. أنا أبو محمد. أبو محمد أهلا وسهلا فيك. بشرفنا وجودك في مستشفى الجرهود الخاص اليوم. من اللعيبة الانترناشنال اللي استقطبها مستشفى الجرهود الخاص ومركز الفيفا الطبي. هاري كان قائد منتخب أنجلترا وكمان شرفنا وجود جيرفينيو قائد منتخب الكوديفوار. احنا اليوم ما بيختصر دورنا كعمليات جراحية بس بنخلي البيشن بس يخلص العملية ويرجع لحياته الطبيعية. من خلال العملية بتتم في مستشفى الجرهود الخاص والعلاج الطبيعي بتتم في مركز الفيفا المعتمد من الفيفا. كمان الطاقم هناك من كامل جهات العالم متخصصين في الطب الرياضي والعمليات العظام. بنخلي البيشن بيسوي العملية وبنحوله دايركتلي على التأهيل بحيث انه يرجع لممارسة حياته الطبيعية في خلال على حسب العملية الجراحية وعلى حسب الإصابة. بالنسبة للاعبين يعني لازم يرجع اللاعب للملعب ويمارس حياته الطبيعية، وكمان اي شخص تاني بيكون طبيعي بيسوي العملية لازم يرجع حياته الطبيعية، سواء كان موظف سواء كان حرمة أو ريال بيرجعوا يمارسوا حياته الطبيعية يعتنوا بحياتهم من خلال العلاج الفيزيائي والتأهيلي. شكرا. عفوا. فأتوقع أنا أو أن الأحسن أي إنسان عملياته بالأخص إذا دكاتر معتمدين من الدولة في خارجها ويابوا الدكاتر من خارج الدولة مش كزائر، لا اي كخلاص إقامة، اي الدكتور يقيم في الدولة. على فكرة الدكاترة اللي موجودين في المركز اللي نحن فيه هذا الدكاترة معتمدين من الدولة وهم في بلادهم. وشي دكاترة الحين بنحدد لكم أساميهم واحد معتمد في الكويت في فرنسا، ترى الجهتين الكويت ودولة الإمارات كل إصابات العظام المركز الرئيسي اللي توديهم بلادهم اللي هي دولة الإمارات والكويت ودولة الكويت الشقيقة يندبون مرضاهم للعظام في فرنسا. فالدكاترة المعتمدين من حكومة الكويت ومن حكومة الإمارات يابهم المستشفى هذا مركز الجرهود يابهم برسم الخدمة، وحاليا مقيمين في دولة الإمارات قيمين بدولة الإمارات بصفة دائمة يابتهم هم وعوائلهم وكوادرهم الطبية والمساعدين، لدرجة كل الطاقم الدكتور اللي اختصاص للركبة يابته هو مع الطاقم ماله، واللي اختصاص الكتف واللي اختصاص الكاحل واللي اختصاص العمود الفقري يابوا أهم دكاترة فرنسيين موجودين على مستوى العالم يابوهم حاليا في دبي في مركز الجرهود هذا اللي نحن فيه. أغلب المشاكل سبحان الله اللي تستوي في أي دولة سواء من شرق ولا من غرب أنا ما بعين، لكن يكون الدكتور الزائر. الدكتور الزائر يعني إنسان زائر استوى عدل استوى مايل، ترى زار وسار، أنت وين بتلحقه؟ ما بتلحقه، لا أنت تلحقه ولا غيرك يروم يلحقه. لكن الدكتور المقيم يوقف، وعلى فكرة الدكاترة الموجودين هم اللي يجرون العمليات، مش فقط إشراف، إجراء العمليات روحهم جراحين. أسامي مرموقة وبنخبركم عن أساميهم كلهم في نفس الوقت الله يحفظكم. الله مالك الحمد الحين ما في حد عن يرمس عن رأس زيد ولا عبيد، هذه أسامي موجودة بإمكان أي إنسان في البيت يقدر يدخل الاسم في جوجل ويسوي بحث ويعرف هذا الشخص من وين كان يشتغل، شو جراحات اللي سواها، كم نسبة النجاح، منو كد سوى
سوى حق منو من اللعيبة أو من الناس المهمين أو استبدل كم ركبة أو كم مفصل أو كم شيء كان مستعصي على دكاترة وايدة ورب العالمين يسر أمره عند الدكتور هذا. فلذلك المستشفى هذا اللي أنا فيه اللي هو القرهود يابوا أهم دكاترة في شنتية فرنسا. سعاد مديرة علاقات المرضى في مستشفى القرهود، كيف حالك؟ الحمد لله، بارك الحمد لله. أقول لك كيف بعد أسامي من الأسامي المرموقة من لعيبة عالميين عندكم؟ هي عندنا بعد لاعب جمال، تسوى عمليات؟ هي لاعب جمال عبدون من المنتخب الفرنسي، وعندنا بعد هزاع الهزاع من المنتخب السعودي. وهذا كان اللي نحن فيه هذا شو؟ هذا قسم اسمه وورد 5 الجديد. هذا آخر وورد فتحناه مؤخرا، وفي الغرفة الريزيدنشال سويت وفي الغرف كلها البريميوم، والحين مراويك اياها ان شاء الله. لكم على فكره من دخلت الفندق، من دخلت المستشفى هذا وعرفت الاداره اللي فيه وعرفت منو اللي قابض العلم والخبر وترتيبه، شفت يا ابوك من المكان ما تقول يا ابوك مستشفى، حتى لساني ما بطاع يصير انه مستشفى. شيء مهول. نسبة التشغيل عندهم الله يحفظكم في المستشفى إماراتي، الطاقم إماراتي كإدارة وقيادة، قيادة عنصر نسائي إماراتي، خريج متمكن متمرس في الأنشطة العلاجية. فلذلك كل المستشفى والعيادات الداخلية والخارجية اللي عندهم تبارك الرحمن شيء مميز لدرجة الإبداع. فسبحان الله، الذوق الإماراتي في المستشفى هذا باين من الريحة، من طريقة الترتيب، من طريقة الديكورات، من طريقة الكاونترات، من طريقة في كل كبير وصغير، كل ما يختص في المستشفى مميز، لأن تحس أن بصمة البصمة الإماراتية موجودة وبقوة. البصمة الإماراتية كأنك في بيت، ما تقولش بيت عادي، لا، بيت من البيوت المميزة، بيت من البيوت هالدار اللي يعرفون للسنع والعدال والترتيب، تحس كأنك جالس ضيف عند ناس فنانين. فهذا شيء وايد روحه يعطيك راحة. الحمد لله رب العالمين، نحن في دولة الإمارات من عشرات السنين لا نصف إلا إلى رقم واحد، ولا نرمي إلا على رقم واحد، ولا نحب إلا التميز في كل شيء في أمور الدنيا، إن كان عقار، إن كان شارع، إن كان عيشة، إن كان رفعة مستوى، إن كان دراسة، إن كان صحة، في كل أمور الدنيا نحن عندنا التميز وعلى طول رقم واحد. سعاد تعالي يا سي. هلا أبو محمد. شو عندكم أنتوا رقم واحد؟ أبو محمد نحن طبعا رقم واحد في كل شيء ومتميزين في كل شيء الحمد لله. على فكرة مستشفى القرهود الخاص هو المستشفى الوحيد المعتمد من قبل الفيفا العالمية اللي هم الاتحاد الدولي لكرة القدم، فهذا شيء مشرف للغاية أنه يوجد مركز معترف فيه من الفيفا في دولة الإمارات، في إمارات الخير، في إمارة دبي. ترى على فكرة اللي قام تصميم الديكورات وكل شيء في هالمستشفى مواطنة إماراتية شاطرة بارعة، ما شاء الله في التصميم وفي الدقة ورقي، شيء جمال غريب. سبحان الله، وصلا بناتنا إلى التميز، المهندساتنا المواطنات وصلا إلى مرحلة التميز في كل شيء. هذا ها دكتور فيليب لاندرو، وهذا الدكتور فوجي باسكال موسالار، وهذا الدكتور فريدريك كيامي. توها كانت موجودة هنا الدكتورة اللي تونا صورناها قبل شوي. يونا حبوين حبوين ساري عند المنون الدكتور وين منهم فيليب؟ الأول هذا نحن ساري عند هذا. Je perds des patients. So it means I do surgery. Doctor, how are you? Good. Nice to meet you. My name is Khalid Khaldi, coming especially from Abu Dhabi to see you. I'm very honored. Thank you. Alhamdulillah, you will give us between the two surgery. Yes. We need 1 minute.
even two it's okay. Thank you. Please come. أحب أتكلم بالطريقة العربية على أساس أن الأكثر رقم من البشر يقدر يستفيد من هالدقيقة اللي أعطنا إياها. دكتور فيليب لاندرو اختصاصه أو أخصائي كتف وركبة وكاحل. على فكرة المستشفى الوحيد اللي يوجد لكل ركبة مقاس معين. عندهم مستشفى يتعاملون وياه في سويسرا، هو اللي يقص الحجم وياخذ المقاس مال الركبه ويطرشونه ويبدون يخدمونه لهم. تسالين الدكتور؟ اوكي دكتور، وي وونت تو اسك يو توداي اباوت يور لايك سبيشاليتي فور كاستمايزينج ذا ني ريبليسمنت، سو اف يو كان اد فور اس سم انفورميشن بليز. Yes, because probably you know that every patient is different. And so far, until the last years, we used to perform arthroplasty, so knee arthroplasty, almost the same for all the patients. Almost the same for all the patients. But actually, we know that each patient is different. Some people need this size or this shape, and some other another one. So for that reason, we are very interested to develop here this customized system of knee arthroplasty, knee implant. And for one main reason, I believe that even it's interesting for any patient, but when people are kneeling regularly, I'm talking about the culture, praying, you know, regularly, this is very important to have a full flexion, most important flexion that we can. And this is the reason, the chance to get the full flexion and a normal life for a Muslim patient is probably, this chance is better, higher, with customized implant in comparison with standard knee arthroplasty implants. هنا عندنا المترجم، هي بتترجم لكن بترجم أبوي ما تبي تظهر عمرها. تفضل يا دكتورة. دكتور لاندرو يقول احنا نتعامل مع مختبر في سويسرا، نصنع كل مريض ركبة بقياسه، وخصوصا مثل المسلمين وايد مهم عندهم تكون الركب بالقياس الصحيح عشان يقدرون يثنونها ويجسفونها يوم يصلون. اغلب العمليات اللي استوت للمرضى هني اللي المريض ما يقدر يجلس على الارض بعد العملية، لكن الحين السيستم الجديد ان نفصل الركبة عقياس كل مريض بروحه، حيث أن المريض يروم يجلس على الأرض، يروم يجسفها، يروم يصلي، يروم يركع، يسجد. فهاي هي الميزة من الكستمايزنج نيه. زين، هل في وايدين سووا العملية هاي عندكم؟ هي الحين إحنا بدينا نقدم طلبات ونسوي نفصل، وبالتالي العمليات اللي الحين بتستوي الشهر الجاي كلها كستمايزني. زين، أنت سألين زين عني، هل أن الدكتور هو يقوم بالعملية روحه؟ أو يقوم بالإشراف؟ أنا اللي عارف فيه دكاترة صيت وايد معروف عنهم من عشرات السنين، لكن اتضح أنهم ما يقومون بالعملية، فقط الإشراف. لكن هل الدكتور يشرف ولا هو اللي يسوي العملية روحه؟ Mr. Khalid asking, do you do the operation yourself or you are just supervising your team doing the operation? Now the plan is to have a different surgeon to do that, because you know a team is the best way to succeed in this kind of field. So we will be at least two surgeons to perform this kind but of surgery. But you are operating on the patient by yourself? Yes, of course. شو قال حينا؟ قال إنه هو يسوي طبعاً دائماً وايد يعني زين يكون في تيم، بس هو يسوي العملية بروحه. زين. Thank you very much. You're welcome. Thank you. شكرا الدكتور. هذا نحن جايين من ضمن السيستم المقابل، أول بادي هذا وعقب هذا وعقب هذا الدكتور. لكن هذا أبوي ظهر أبوي عنده مؤتمر، وحين سار المطار قبل خمس دقائق قال أنتوا تأخرتوا علي، مواعيد أبوي مواعيد فرنسي، ما يتحاكى الله وكيلكم، والله أنه ودرنا وسار. شو اختصاصه هذا؟ دكتور هيغو باسكال، هو استشاري جراحة المفاصل والعظام ومتخصص في العمود، جراحة العمود الفقري. دكتور فريدريك متخصص ميلي في جراحة الركبة والكاحل والإصابات الرياضية، جراحة تغيير مفصل الركبة. ودكتور فيليب لاندرو جراحة الكتف والركبة والإصابات الرياضية. فإحنا يعني مصممين إن إحنا نغطي كل التخصصات. شكرا جزيلا. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك؟ أنت بخير؟ شو اسمك؟ هنودة. هنودة؟ ما شاء الله عليك يا هنودة محلات. جدنا مين هنودة؟ ها؟
الله يحفظك. انت بخير؟ شيء عورت؟ ليش جاي المستشفيه؟ ليش جاي؟ ما بخبر حد. تفضل. السلام عليكم، انا دكتور طارق، استشاري ورئيس قسم التخدير وحده علاج الالم. ما شاء الله. احنا طبعا في مستشفى الجرهود هنا بنتميز بان كل الجراحات لنا رؤيه فيها ان المريض لا يجب انه يشعر باي معاناه او اي الم في الجراحه، فحتى بنسميها pain free surgery. طبعا ده نتيجه خبرتنا في وسائل التخدير عن طريق التخدير الموضعي، ووسائل علاج الالم عن طريق استخدام السونار وهكذا. فحتى مع دكتور فليب ومع كل الجراحين اللي هم مميزين جدا، الجراحات اللي بيقال ان هي مؤلمه في اي مكان زي جراحات تغيير المفاصل، جراحات مناظير الركب او الكتف، بنعمل فيها تخدير معين متقدم جدا، ونحط قسطره معينه بحيث ان العصب ما ينقلش اي الم. فالمريض بيأدي العمليه وبيطلع من العمليه بيبتسم وبيقول لنا، يعني بيبقى بيتسائل اذا عملها فعلا ولا لا. هل اثناء العمليه وبعد العمليه؟ لا، بنعملها في اثناء العمليه، عشان كده المريض حتى بيطلع من العمليه ما بيبقاش شعر باي الم. والسؤال اللي دايما نتساله، انا خلصت فعلا العمليه لاني مش حاسس بالم؟ فاحنا دي بنفخر بيها الحمد لله، بنطبقها في جراحات العظام، جراحات التجميليه وكل الجراحات. والم ما بعد العمليه شو يكون؟ الم ما بعد العمليه احنا من خلال الحقن اللي بنعمله في خلال العمليه بنضمن ان ما فيش الم في الفتره اللي بيكون فيها دايما الم بعد العمليه. ده جزء. الجزء الاخر هو ان احنا في مستشفى الجرهود الحمد لله عندنا وحده علاج الالام المزمنه والام العمود الفقري والاعصاب، ودي بنتميز بيها في يعني في دبي كلها، ان احنا بنقدم خدمه رائعه للمرضى اللي عندهم الم مزمن زي الام الظهر ومؤخره الظهر والرقبه والاعصاب، عن طريق وسائل حديثه جدا بنقدمها وبتدي لهم نتيجه رائعه دون جراحه. فنحمد ربنا ان احنا بنقدر نفيد المرضى، وبنتمنى ان دايما مستشفى الجرهود يعني تكون مكان مريح للمرضى وتكون تجربتهم سعيده جدا فيها. شكرا جزيلا دكتور، بشكر حضرتك على تشريفك. تنتابني نوبه من الاناس ومن الفرح يوم ادخل في مكان يكون ادارته مواطنه وفيه تميز تحس به من عبق الإمارات، في ريحة الإمارات، في ريحة المواطنين اللي هم يعرفون للسنة، في ريحة أهل الدار، فتلقط مزيج من تطور عالمي بعبق الإمارات. هذا ريحة روحها مميزة تترك الأثر في كل إنسان، كأنك جالس مسير على ناس فيها خير في بيتهم، ما كأنك أجنهم في مستشفى. نعم، ما شاء الله تبارك الرحمن. الإدارة نسائية، يعني شخص واحد حرمة، فالحرمة هاي تبارك الرحمن تدير 1500 موظف مشتنهم على الصراط المستقيم، يعني شيء جميل، يعني شيء تحس بفخر انك انت تلقط عينه من هالعينات. سبحان الله. كم من الدكاتره اللي عندكم او الموظفين المواطنين؟ وايد هم يعرف هالسؤال، ما ادري ليش. عندنا نسبه كبيره من الدكاتره المواطنين في تخصصات مختلفه. عندنا دكتوره منى الرخيمي اخصائيه مسالك وكلى، وعندنا دكتور محمد العلماء اخصائي اعصاب مخ واعصاب، عندنا دكتورة فاطمة المدني أخصائية جلدية. نعم هي. وعندنا دكتورة عليا القاسمي أخصائية نسائية. ما شاء الله. وعندنا دكتورة ليلى مطر، طبعا غنية عن التعريف، اللي هي دكتورة الأطفال الخدج وهي رئيسة قسم الأطفال. ما شاء الله. وفي عندنا دكتور عبد الله الهاجري، وعندنا دكتور عارف النوراني، دكتور قلب. فعندنا مجموعة متميزة من المواطنين. نعم. سبحان الله. الله يا رب انك تحفظها. هذه من الدوافع خلتني اي هالمستشفى المميز. هاي من الاشياء اللي يمتاز فيها المستشفى هذا، المركز الطبي هذا الضخم المتكامل اللي من كل شيء، هذا من الدوافع اللي خلتني اي. التجهيزات الطبيه شو اللي يميزكم؟ عندنا
مثلا في قسم الاشعه عندنا كل الايمجينج، عندنا مثلا الام ار اي المسكر والام ار اي المفتوح، عندنا سي تي سكان، عندنا الاشعه العاديه، عندنا الماموجرام. ودائما نحن نسوي ابجريد لاجهزتنا بحيث ان نكون يعني اب تو ديت، واجهزتنا احدث الاجهزه اللي تتوفر في اوروبا او في امريكا او في اي مكان في انحاء العالم. شو يميز الدكتور اللي سافر ما لحقنا عليه؟ الدكتور باسكال دكتور متخصص في اعصاب الظهر ووايد متميز، فهو للاسف طيارته الساعه 3 فعنده مؤتمر، فعشان كذي يعني للاسف ما قدرنا نلحق عليه. ومن ضمن الأشياء اللي احنا وايد حريصين عليها في خدمة المرضى، احنا حتى الأكل اللي نقدمه حق المرضى، الشيف مالنا والطاقم اللي يشتغل في المطبخ طاقم عالي الكفاءة، والشيف من عند اللي هو الهيد شيف مالنا أو الإكزيكتيف شيف خريج جوردون بلو في سويسرا. ما شاء الله ما شاء الله. الجدير بالذكر كل ما حطيت فلتر مبروك ما ياكم مبروك ما ياكم مبروك. هذا المستشفى ترى فيه قسم للمرابي مميز، شيء مهول. لك انا جاي اليوم مخصوص لتغطيه ثلاثه دكاتره اللي هم تبع الكتف والركبه والعمود الفقري والكاحل، وزراعه الركبه هاي اهم شيء انا جاي اسبه زراعه الركبه. يوجد عندهم ما شاء الله تبارك الرحمن الدكتور فيليب لاندرو، هذا من اهم الدكاتره الفرنسيين، متواجد في دبي بصفة دائمة، مش يجي كزائر. واللي يبغي يسوي بحث جوجل يقدر يدخل في جوجل ويسوي بحث ويسأل عن الدكتور، بيلقط معلومات مهولة. هذا معتمد من جد دولة الإمارات، أي إنسان فيه يشكو من عظام على طول يوجهونه إلى فرنسا. الكويت نفس الشيء، وكل الدكاترة اللي مختارت إن الحكومتين موجودين في دبي. فحالياً أي حد له علاجات، الأول كان يصير لين فرنسا، الحين بدأ ما يصير هناك، يجي دبي أقرب له وأوثق. كنا تناول اليد كل شيء عدالك. الدكاترة شو يعالجون من الإصابات؟ هل إن فقط للعيبة الكورة والأشياء هاي؟ لا، هم ما بس الإصابات الرياضية، هم حتى للحالات العادية اللي مثلا حد يشتكي من وجع ظهر، من كتف، من مثل التواء في الكاحل، الرباط الصليبي، يسوون هالعمليات كلها. فيعني ما مقتصرين بس على الناس المصابة اللي هي في الملاعب، لا، يعالجون كل الإصابات. ودكتور اللي هو باسكال اللي هو متخصص في إصابات الظهر أو علاج الظهر، هذا رئيس جامعة السوربون. ما شاء الله. هي رئيس قسم العلاج في مستشفى جامعة السوربون. نعم. فحاولنا نستقطب أعلى الكفاءات بحيث إنه يعني نغني المنطقة بتخصصات كلها. ما شاء الله. زين، وأنا سمعت إن النوادي اللي تعسكر في دولة الإمارات، مثل المنتخب الهولندي، المنتخب الصيني، يوم يجون هني في الشتاء لأن بلادهم تكون وايد باردة، ومعسكرون هني يجونا يسوي لهم الفحوصات، التقييم الشامل الصحي، بحيث أن يعني يتأكدون أنهم على لياقة عالية، بحيث أن يقدرون يرجعون بلادهم ويرجعون للملاعب. فنحن نسوي لهم مثل ما يقول assessment، نقيم الحالة، نقيمهم، وإذا صابت لهم أي إصابة نعالجهم عنا. نسبة نجاح زراعة الركب شو عندكم؟ الحمد لله لين الحين ما واجهنا مثلا مضاعفات المرضى أو مشاكل، لأنه هي مو بس العملية، هو الشيء الوايد مهم عقب العملية العلاج الطبيعي. نعم. وإحنا عندنا طاقم مختص بالعلاج الطبيعي، وعندنا بعد في مركز الفيفا أخصائيين علاج طبيعي مرخصين من مركز الفيفا في برشلونة. نعم. فهم يعني يكملون دور الجراح، هو ما بس العملية ما تتوقف على الجراح بروحه، تأهيل بعد العملية أهم شيء. نعيد الساق وخلالك عيونك وخلالك ما عندك غالي وخلالك أعز الناس، لا تطرين لا فلانة ولا علانة. في حال استوت عنا هني مريضة سوت عملية عنا، ووحدة بيعتها سوتها
في بلد أجنبي بدون ذكر اسم المكان. فما شاء الله عليها اللي سوات العملية عندنا تمشي يوميا على الملتقى هي سبحان الله في الممشى، والثانية بعدها على الووكر. فسبحان الله يعني أنا بالنسبة لي هذا إنجاز الحمد لله. فأنا أفرح يوم يكون الشخص يتلقى علاج، يتلقى علاجه ويتلقى عناية الطبية في نفس منطقة اللي هو ساكن فيها. نحن لو في سنين الأولية كنت أسير ويا حياة مايا يسوي لها عمليات، شيء في بون وشيء في مستشفى باد فيزا يعني اللي في سويسرا. في يوم نسير لعلاج في ميونخ مثلا العملية والعلاج الطبيعي في مكان آخر، تكون مشاق تدخل 3-4 شهور بس للعلاج الطبيعي، ناهيك عن العملية شهر وشهرين. العملية تاخذ يوم لكن يلسونك هالأيام كلها ش لجله، لجل فقط لجل الفايدة العامة اللي لهم. يعني تدري انك على كل يوم تيلس تصرف عليك الحكومة أميات الآلاف، ناهيك عن الغربة، ناهيك عن الكربة، عن الوله. يوم هل إنسان المريض ترى العلاج الطبيعي للمريض وجوده بين أهله وناسه، من يروح ريحة داره يغدي بخير. شو الإنسان ترى لو يتعالج خارج الدولة مهما تكون مدة الإقامة، لو إن شاء الله في جنة، لكن من يروح ريحة تصبخ داره، من يروح ريحة رطوبة داره، ريحة لاهوبها، والله يا أبوكم يخوز عنه لك 600 عوق. كان العلاج يطول سنة في العلاج الطبيعي، هني أبوي بياخذ حتى 10 أيام. والسبة شو؟ تشوف هلك، تشوف ليلك، تشوف ناسك، تشوف عربك. فلذلك رب العالمين سخر لنا هالمستشفيات اللي بقيادة مواطنة تحت إدارة مواطنة، يعني رب العالمين سخرهم لخدمة هالناس المقيمين والمواطنين. هذا شعور وايد جميل، شعور وايد جميل انك تتلقى العلاج وعلاجك الطبيعي في بلادك، في بلادك. ناهيك عن جودة البروفيسورية والجراحين والدكاترة، يعني تخيلوا في المستشفى هذا 3 دكاترة هايل فرنسيين، طاقم كامل فرنسي يوجد في فرنسا ويابوهم من فرنسا لين كنت يا دبي، ما يظهرون من دبي الا فقط لإلقاء المحاضرات، يلقى المحاضرات عندهم خارج الدولة، يلقون محاضرات ويردون، يحاضرون جامعات السربون وغير السربون في جميع أنحاء الكرة الأرضية ويردون يجرون العمليات في هذا المستشفى، مستشفى القرهود الخاص. نعم كل هالدكاترة، ناهيك عن تعالي تعالي ممكن أقول لك شو اختصاصات عندكم غير؟ احنا عندنا كل الاختصاصات، عندنا أمراض النساء والتوليد، عندنا طب الأطفال، عندنا طب الأمراض الباطنية، عندنا المسالك البولية، عندنا الغدد الصماء، عندنا الجراحة العامة وجراحة المناظير، جراحة السمنة، جراحة التجميل، فكل التخصصات متوفرة بمستشفى القرهود الخاص. لكن ييتي أنا، ييتي أنا مخصوص لجل أخبركم عن مال المفاصل، ما تبديل الركاب، مال علاج الأمراض المزمنة اللي ضار بينها عرج في كتف، عرج النساء، المدور، المفصل، الكاحل، الكتف، الرقبة، أي عوق يخص الأعصاب والعظام عندهم مركز متخصص للشيء هذا. عقتهم قالوا لي ان هذه انت ايش اسمك قلتي لي؟ سعاد. انا سميره. الحين انت تعالي يا عدال الحين، الحين انت وهاي خوات من لم ولبو؟ نعم. لكن سبحان الله انت دكتوره. ايه. وانت؟ اداريه فراشه. يلا مالا عنتر، عنتر تعال، عنتر كيف حالك؟ بخير. عنتر عرف بعمرك انت. عنتر المرزوق. من اي محاربين؟ المحاربين القدامى. قدامى من سنة كم عادة؟ من سنة 70s. اي والله. من كم سنة ما شفتك انا؟ اظني اكثر من 25 سنة. اكثر؟
30 هي لا اكثر لا من 80 ما تلاقي هي صح صح اكثر من 80 من سنين قديمه كم ما شاء الله عليك ما عولت عنها حبيبي الله يسر امورك وياك ان شاء الله حبيبي لك فداعة الرحمن حبيبي اشوفك على خير الف لا باس عليك ما شاء الله مستشفى مميز كادر نسائي يكاد يفوق 90% يعني الله يحفظهم ما شاء الله مكان مميز وفنان والمعاملة سلسة خفة الطين خفة الدم أدب أخلاق في كل مكان في جميع الأدوار مسايد سمعتوا هذا ما كل دقيقة يعفديها تحقق من ذلك الأمراض مكانهم يعني الله يحفظهم زين وفنان مكان أتمنى من الله إن الله يكون قدرني إني أنقل لكم الصورة الحسنة 90% من اللي عندهم ما قدرت أتكلم عنه لأن شيء مبهر شيء مبهر بيني وبينكم يعني كانت توصل الله ييسرهم ييسر لهم أمورهم يا رب العالمين على فكرة أنا أبوي ترى ما بعلى النيل ما بعلى شط النيل أنا أبوي في إمارة دبي وهذا اللي تشوفونه خور هذا خور من خيران دبي وهالموقع الفنان المميز ينال يوم على غفلة لا أعرف ما ندل شرقنا من غربنا ويا ابن أبوي هالمكان مطعم فنان عليه رضوان من الله أكل مميز وزين نعم أكل مميز زين مطعم أكل شعبي لكن من الشعبي لكل اللي يحب كل إنسان زين شو هن يقول من هل فايف ستار والله حتى اسم المطعم ما أعرفه مال على البحر والمهم المطعم زين وما شي شراته لكن اللي عيبني الجلسة الخارجية قميضة يا ابوكم عيال نحن ها مالت شو اسمه تنزل في الانهار اللي توها اختفت طيارة تنزل في الانهار شوفوا هكي نزلت والله في البحر شوفونها سبحان الله ما تنزل في النهر هذا بحر كيف نزلت ضيع هذا حلمان الطيار شو سالفته نسينا هذا بحر يتراواله دهمان لكن والله المكان وايد فنان شو اسمك انت اسمي محمد بن خليفه من خواتي من عامري والله مليون والنعم اي صف عليك زود صف ثاني ما شاء الله بدنيك شبلاها فيها التحق بسم الله عليك اي صف انت صف ثاني انزين لك العادة اي مدرسة مدى اي وين ساكنين في العين في هيلي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليك تعرفني ايوه شو اسمي انا ابو محمد اي علني ما ذوق حزك خشمك سلم على ابوك سلم على هلك الحين انت دفعت عنا الحساب ليش ليش تدفع عنا الحساب انت اسوانا شي هلا اسوانا الوقت يا خليت منك حبيبي رد السلام على هلك حياتي ما تديت هالمكان أنا أول مرة بحياتي أشوفه ونحن عفان الله شرات العوانة نشحها بعيد شفتوا اللي يقولون لك الله أكبر وأعظم اللي يقول لك والله عين عداري تسجيل بعيد وتروي الجريب لو مكان ما في بلادنا عظمنا وأذن أذان مكاوي وتهولنا من طريقة التصميم وطريقة الجلسة وطريقة الديكور وهذا في البلاد ونحن والله يا ابوكم بحياتي ما دريت به ولا ادري به هالمكان في نص البلاد يعني مكان مرة تحت الجسر والله عاد لا تسألوني عاد اي جسر هذا جسر دبي برديرة ما ادري اي جسر عاد في هالمكان مكان جميل والله صبر اهلهم ان شاء الله يينا بعد حضرنا عز الله يحفظكم سعيد عمر احمد طاير توفى حليله اليوم الله يغفر له ويصبر اهله ان شاء الله يا رب العالمين هذا عاد اليوم الاخير ثالث يوم في عزاء القبيسات عزاء حياه محمد بن سيف بن فاضل القبيسي جميله المشرف إن شاء الله تبارك الرحمن جزاهم الله خير كل إنسان يواصل العرب جزاه الله كل خير وهذا اللي جهوي ك
تاكل؟ ليش ما تبغى تصور؟ كل ما بغيت اصور صار شرق غرب منه. ما ادري ليش ما يبي يصور هالريال. هذا حد يبغى يطالبه بدم بيكون هناك في بلادهم ولا شرق ولا غرب. فبتروع بالتصوير ما حد يعرفه. أه؟ ما عنده متابعين. هذا ابوي تلقط عليه ثار هاي في بلادين ما جات الحد ولا شياته. هذا عبد الله بن مرزوق. هذا الرجال هذا ابوه. هذا مرزوق. هذا مرزوق محمد بن سيف. زين. وهذا محمد بن سيف بن سالم بن يعقوب بن ياعد يسمونهم من القبيسات. هاي الشباب كلهم عيالهم بني عمهم خوار بني عم جماعة. هذا محمد بن قرون ومطر. إيه ما شاء الله. هذا محمد بن عبد الله. ولا تشد حضرت فرح ولا حزن اللي هالريالي حاضر. يعني الله ياجرك ان شاء الله يا ابو مطر محمد مطر من قرونه. انت تسبقنا دائما بالخير ولا كل شيء. الله يحفظك عزيز وبارك فيك. الله يحفظك يا رب. جزاك الله خير. توقعت بلقطك في محمد. تعرف هالريال؟ نعم منو؟ عرفته؟ ايه خالد بن سعيد. صبر بطال. هذا ابن عليك. هذا الرجال هالفنان هالزقرتي هالمشخص. هذا مشخص يا ابو. ايوه في البحر. الله يحفظك يعطيك العافية. هذا اللي صورته معنا ما شيء خاص ولا متخصص. يلا اللي تصوره. الشيخ مبارك بن سلطان بن حمدان بن محمد. هاي يوم يقول لك شهد شاهدا من أهلها. خبرني عن منهل. منهل صراحة إيه؟ يا منهل الله يوفقك إن شاء الله ويسر أمورك عند أبو محمد. نعم. ما يحتاج تحت واقف مرة. الله يسر أمورك ويوفقك يا منهل. ريال في خير. نعم. رتب أموري. نعم. رتب أوراقي. نعم. رتب مواعيدي. أنا أشهد. وين تعرفه؟ معهد معرفة قديمة مهم اليوم. شوف أنت. نعم. ما أقول الله يوفقك يا منهل إن شاء الله. آمين. مع أبو محمد. والله الله في أبو محمد ما وصيك. ما بنقصر هو والله. نعم جزاه الله خير. لا ما شيء رمسه. هذا سيد علني. خلّى في عيونك. تعال. اصبر عادي. ها اصبر. تعال يا محمد حينة. شو سالفة الدلمة؟ والله دلمة متى تبى؟ أبا شو تامر؟ لا. في طيارة بتصير في سيارة؟ لا أنا أسبوع هذا عندي هي. دبي. انزين. وأسبوع اللي عقبه عندي لندن. انزين. وعقب العيد أمريكا. ومن أي من أمريكا؟ الله يا ويظهر سهيل. الله يا أبو بغايته. بس يا مرحبا يا أبو محمد. الله يرحبك. شلك العين والرأس طبعا والحاضرين. الله يرحم والديك ويسرم. تلقينا دعوة من هالرجال. هالرجال أبوي قدم لنا دعوة على زيارة. وين بل عليك؟ وين أبو محمد؟ وين تدعني؟ دعنك أبوي دلمة. متى تبع؟ بالوقت اللي عيبك. بالوقت اللي عيبك ولا شو رايك هو؟ نعم مرة. ها؟ بالوقت اللي عيبك مرة. هي بس شرط يكون هني يصير في طرات. لا 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 ما في. لا 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 بيصير في طيارة ولا بيصير في عبارة؟ لا العبارة. العبارة بس يا أبو محمد. والتاريخ دلمة عندك وايد أنت منه. نعم نعم. فارس طيب أبو محمد. حاضرين حاضرين. الله يسلمكم. حمد بن عيسى بن مهير هذا
ناخذ من واخذ لزقرة الشباب اللي بعدهم يعني. الله يطول عمرك زين محمد. زين نحب نحقق لنا الدعوة وإن شاء الله نبني لكن عاد في ظهور سهيل. زين بالعكس يا مرحبا يا أبو محمد. زين توكل على الله. يا حياك في أي في 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 أي وقت وفي أي. زين الله يك هذا الإعداد من هالرجال فنان. منو هذا؟ هذا أبو محمد عيد. عيد أخوي نعم. والله مليء بمهير. أي نعم وهذاك عاد طالمك محمد سالم أخوي. والله مليء من. ها؟ ما شاء الله هذا كله في العزاء الحديث وهالرمسة كلها في العزاء. لا ما في حرب كلمات الله يحفظك يا شيخ.